بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل مع بعض معانا الجزء الثاني او معانا التشين رول من الموضوعات اللي مهمه جدا. وزي ما قلنا مع بعض ان الفانكشن اوف سيفرال فاريبلز التشين رول بتمكننا من ديفرنشيت فانكشن وذ ريسبكت للفاريبل من غير ما تكون هذه الفانكشن متغيره صراحه في هذه الفاريبلز من خلال التشين من البارشال ديريفاتيفز. معانا كيسز كتيرة، ولكن ممكن في الأول بنقول ممكن الكيس السهلة اللي عدت عليكم في ثانوي أن يبقى chain rule independent one independent variable. يعني إيه one independent variable؟ يعني مثلا سي معايا زي ما شايفين معايا ال function w، زي ما شايفين هي دي ال function في x و y، ف function في x و function في y. طيب حيث كل من ال x وال y function في t variable t، ففي الحالة دي معايا one independent variable، يبقى الindependent variable هو t، ده الindependent variable واحد independent variable، والx والy دول يعتبروا حاجة اسمها intermediate variables x وy، يبقى two intermediate اللي هما x وy و one independent variable. طيب دي كيس دي سهلة لأن عدت عليكم في ثانوي، حتى لو ما كنتوش بتستخدموا chain rule اللي هي بتجيب ايه؟ بتجيب dw by dt. ف dw by dt عبارة عن partial سكة ان انا differentiate w with respect to t من غير ما تكون الفانكشن w متغيرة صراحة في t من خلال chain من partial derivative. ممكن اروح لها عن طريق x اللي هي partial الجزء الاولاني partial w by partial x times dx by dt plus second term أو السكة الثانية partial w by partial y times dy by dt. معنى d إن هي function dy by dt لأن ال y function في t فقط، وال partial w by partial y لأن ال w function في two variables عندنا. دي الكيس السهلة اللي عدت عليكم قبل كده في ثانوي. لو كنا خدنا، بس يعني كان معظمكم كان بيلجأ ان هو سبستيتيوت وليس ان هو تشين رول. لا، احنا هنا هدفنا تشين رول لان ليها ريزلتس للامبليسيت ديفرنشيشن في اخر الجزء او في اخر الليكتشر باذن الله. لو اكزامبل على طول هنا ان معانا ال w equal x times ال y، فلازم بنرسم التري يا شباب، هنا بتسهل لنا كتير ان معانا ال w عطاها لنا فانكشن في x و y. الفانكشن دي لا اما يدينا شكلها لا اما يقول لنا f of x و y. هنا ادانا شكلها ان هي x times ال y، فال x هنا قال لك ان هي equal sin t function في t، وال y هنا قال لك ان هي function في t اللي هي cosine t. فمعايا only one independent variable اللي هو t. لو عايز dw by dt عبارة عن ايه الجزئين هنا يعني كتبت ازاي dw by dt. ليه دي هنا؟ لان كان ممكن represent ال x وال y in terms of t ويبقى function of one variable اللي هي sin t times cosine t عندنا اللي هي دي x و y، ولكن احنا بنستعمل chain rule لان هنشوفها بتبقى اسهل عندنا، لأن في بعض الأحيان ممكن ما نقدرش إن احنا substitute. هنا الكيس دي سهلة اللي هي تشبه سلم، ف partial w by partial x اللي هي y times dx by dt ال x بsin t يبقى بcosine t، ده ال first term. طيب بالنسبة لل second term plus partial w by partial y اللي هو x times dw by dt اللي هي negative sin t. طبعا دي عملية يعني دي مسألة سهلة بالنسبة لي، وال final result لو هو function اللي هي y cosine t minus ال x sine t. لو عايز عند certain point مثلا say يعني لو ادالك certain point فبيقول لك دي w by dt عند مثلا t ب 0 مثلا t ب 0 sin 0 ب 0 وcosine 0 ب 1 يبقى ال x ب 0 وال y ب 1 مش كده؟
وبالتالي تقدر ان انت تشوف دي دبليو باي دي تي عند تي بزيرو بكام، يديك ريزلت. الريزلت دي عندك هتبقى ايه؟ ب 1 تشوف 1 في الاختيارات عندك بكام، هتلاقيها من ضمن الاختيارات تروح مختارها. فدي عمليه بتبقى سهله، يعني الكيس دي سهله عدت عليكوا في ثانوي قبل كده. طيب الكيس الثانيه او اللي بتهمنا، ان ممكن يبقى تشين رول اوف تو اندبندنت فاريبلز، ودي كيس جديده بالنسبه لك ما عدتش عليك قبل كده، لان ما كانش عندك ما درستش فانكشنال اوف سيفرال فاريبلز. فمثلا كيس معانا ال W، نرسم ال 3 W function في X و Y، فمعايا function في X و Y، حيث كل من ال X وال Y function في 2 independent variables اللي هما ال U وال V. U و V. فالتشين رول بتمكننا من differentiate ال W with respect لل independent variables سواء ال U أو ال V، من غير ما تكون هذه الفانكشن متغيرة صراحة. إزاي؟ يعني ممكن نجيب partial w by partial u، عبارة عن إيه؟ ليها سكتين two ways. إزاي نوصل لل u هنا؟ ممكن سكة عن طريق ال x، من ال x من ال w لل x اللي هي partial w by partial x times إيه بقى؟ partial x by partial u بلس السكة الثانية اللي هي الترم الثاني أو second term عن طريق ال y اللي هي partial w by partial y times partial y by partial u اللي هي نوصل من السكة الأولانية. ده بيطلبها منك، يعني إذا كان هناخد عليها مثال دلوقتي حالا، مثلا بيقول لك if w equal function، وال function دي ال x function في u و v وال y function في u و v، فمعايا ال independent variables هما u و v وال intermediate هما x و y. فال tree diagram بيبقى ال tree بيبقى الشكل اللي موجود عندك. ممكن برضو نحسب partial w by partial v، partial w by partial v عبارة عن ايه؟ ليه سكتين نوصل للفي اللي هي دي، نعملها بكده بلون مختلف اللي هو مثلا الهايلايت هنا ادي اهو، نوصل عن طريق الفي، نوصل للفي لاما عن سكة الاكس والاكس هنا اللي هي دبليو اكس تايمز اكس في بلس دبليو واي تايمز واي في، فده ليه برضه سكتين، فا ايكوال بارشال دبليو باي بارشال اكس تايمز partial x by partial v. السكة الثانية اللي هي or أو plus partial w by partial y times partial y by partial v. لو عايزها function زي دلوقتي هناخد example، عايزها function بنختار ال function كإجابة، ولو عند certain point substitute بال point تديني value وبختار الفاليو من ضمن الاجابات اللي موجوده عندنا، ما فيهاش كلام اكتر من كده. في كيس غير كده تو اندبندنت فاريبلز، ممكن يبقوا تو اندبندنت فاريبلز، ده الشكل اللي احنا قلناه ان معانا دبليو ده اللي احنا قلناه فانكشن في اكس وواي اللي هم الانترميديان فاريبلز، والانترميديان فاريبلز اللي هم الاكس والواي كل منها فانكشن في الديبندنت اللي هم يو وفي، فدول معانا تو اندبندنت يو وفي و two intermediate عندنا. طيب في كيس تانية ممكن يبقوا two independent برضو لكن من خلال three intermediate اللي هما x و y و z. ازاي؟ يعني three هنا معانا ممكن يديك w يقول لك function في x و y و z، ادي x و y و z تمام، حيث كل من ال x وال y زي ما شايفين function في two independent زي ال r وال s، r و s، وهنا R وهنا S تمام. طيب ممكن يطلب ايه ساعتها؟ ممكن في الحالة دي ممكن يطلب partial W with respect ل R، ال R اللي هي ليها سكة عن طريق ال X وسكة تانية عن طريق ال Y وسكة تالتة عن طريق ال Z، يبقى معانا تلات ترمات كل سكة بترم، ف
فممكن نوصل partial W، نحسب partial W by partial R، يبقى chain rule بتمكننا من differentiated W with respect لل R من غير ما تكون ال W متغيرة صراحة في ال R. يبقى دي بقى الجديد بقى، ان انت مش تعمل زي ثانوي ان انت كان ممكن substitute، لا احنا هنا مش substitute، use chain rule، لان chain rule بتسهل لنا حاجات كتير قوي، بتمكننا من differentiated function with respect to variable من غير ما تكون هذه الفانكشن متغيره صراحه في هذا الفاليو. بس هنا differentiated function with respect to variable partial، زي هي partial w by partial r من خلال chain من partial derivatives. chain من partial derivatives اللي هي السكك للايه للr، السكك للr عباره ممكن يبقى عن طريق الx اللي هي partial w by partial x times partial x by partial r، ده الفيرست تيرم. طبعا عارفين دايما الستارت بالw ده الستارت، والاند بالr اللي هو ده الاند، ده لكل الترمات بتكون كده، ده chain rule. طيب plus partial w by partial y، سكه عن طريق الy times partial y by partial r، والسكه الثالثه partial w by partial z times partial z by partial r. سهلة يعني، عملية بتبقى مش صعبة. في سكة عن طريق ال x اللي هي wx اللي هي partial w by partial x times xr اللي هي partial x by partial r، والسكة التانية عن طريق ال y اللي هي wy partial w by partial y times yr اللي هي partial y by partial r، والسكة التالتة عن طريق ال z اللي هي wz partial w by partial z times zr اللي هي partial z by partial r عندنا. دي ال chain rule. كان ممكن هنا ادي زي ما بنقول ان معانا two independent variables اللي هم ال r وال s، ومعانا three intermediate اللي هم x y و z، دول اسمهم intermediate variables اللي هم x y و z، ومعانا ال independent اللي هم ال r وال s عندنا. كان ممكن calculate partial w، احنا عملنا في السلايد اللي فات جبنا partial w by partial r، كان ممكن نجيب بالمثل نجيب partial w by partial s، بالمثل اللي هو partial w by partial x times partial x by partial s اللي هي السكة الثانية، ممكن نعملها هنا بالهايلايت، ممكن نوصل للs عن طريق الx or y or z، وكل r بايه بترم عندنا. فأجي أهو، والجزء الثاني اللي هي partial w by partial y times partial y by partial s، والسكة الثالثة أو الترم الثالث عبارة عن partial w by partial z times partial z by partial s. عملية سهلة، بتتم إزاي ممكن بنشوف مع بعض في example. example مثلا عندنا بيقول لك find partial w by partial r، ممكن يبقى عند certain point، الأول هنحسبها وبعد كده نشوف certain point عندنا بكام. عند مثلا say ال r ب 1، عند عايز partial w by partial r لما ال r equal 1 وال s equal 1، وعايز partial w by partial s برضو عند ال point اللي هي فيها r ب 1 و s ب 1. الأول بنحسبهم، حيث ال W واخد الشكل ده X plus 2Y plus Z square، يبقى معانا في ال 3 عندنا معانا ال W بديها لنا function في X و Y و Z، وقال لك ال X function equal R over S يعني function في R و S، وال Y equal R square plus ln S يعني function في R و S، والزد equal to r يعني الزد function في r. كان ممكن يبقى r و s هما two independent variables عندنا اللي هما ال r وال s، و three intermediate variables عندنا اللي هما ال x وال y وال z. لو قلنا الجزء الأولاني عايز partial w by partial ال a ال r، partial w by partial r، معانا ثلاث أجزاء عندنا أو معانا ثلاث سكك بتوصلنا، اللي هي partial w by partial x times partial x
باي بارشال ار، والسكة التانية عن طريق الواي اللي هي بارشال دبليو باي بارشال واي تايمز بارشال واي باي بارشال ار، والسكة التالتة عن طريق الزد اللي هي بارشال دبليو باي بارشال زد تايمز دي دي زد باي دي ار لان هي فانكشن اوف وان فاريبل. طيب سبستيتيوت بقى معانا ال w x plus 2 y plus z square partial w by partial x ب1 و partial x ال x عندنا ب r over s r over s فال partial with respect لل r ب1 over s plus partial w by partial y ال derivative ل 2y ب2 times partial y by partial s partial y by partial r هي r square plus ln s اللي هي 2r plus partial w by partial z هي z square الderivative ليها 2z times dz by dr ب2. ده الجزء الاولاني من المسألة. هو عايز partial w by partial r عن لما ال r ب1 ولما ال s ب1. يجي كده نشوف الـ first term الـ r ب1 والـ s ب1 يبقى ب1، الـ second term الـ r ب1 يبقى ب4، الـ third term بيديني 4z والـ z هنا بـ 2r يا شباب هنا، فبيبقى بـ 2 يبقى 2 times 4 بـ 8 يبقى الـ final result بـ 16. يبقى نشوف 16 في الإجابات ونختارها لو هو طالب عند الـ point G، لو عند another point substitute بانذر بوينت. عملية سهلة قوي بسيطة. لو شفنا الاستكمال ليها عايز partial w by partial s بالمس معايا ثلاث سكك بثلاث ترمات، ال first term partial w by partial x وده جبناه كان ب1 times partial x by partial s، وال second term partial w by partial y وده حسبناه كان ب2 times partial y by partial s، وال third term كان partial w by partial z وده حسبناه ب 2z times partial z by partial s وده بزيرو لانها 2r معايا، لكن in general كانت هتبقى موجوده هذا الترم، لكن special case عشان اداني z function في r فقط فالترم third term عندي بزيرو. يبقى ال first term حسبناه اللي هو ال derivative بالنسبة لل x ب1. طيب ال هنا partial x by partial s هي r over s بكام يا شباب هنا؟ negative r over s square. طيب اللي بعدها partial w by partial y ب2 وده حسبناه قبل كده، و partial y by partial s derivative ل ln s بايه؟ ب1 over s. طيب هو عايز partial w by partial s عند certain point، ال certain point دي r ب1 مثلا وال s ايه ب1. طيب ال first term بيديني negative 1 وال second term بيديني 2 يبقى ال result عندي ب1. اشوف الاجابات 1 واروح مختارها، والكيس دي برضو بتبقى سهله عندنا، ده هنا اهو عند certain point وده احنا already عوضنا بيه. ده الاكزامبل الاولاني او الكيس ان يبقى عندي function of several variable to independent variables. في ممكن استايلات في المسائل بتجيلك ازاي مثلا، يعني هنا شو ذات دي، يعني لو انت في assignment ممكن بيقولك شو ذات، لكن ممكن هنا نقولك if z equal y times f of x square minus y square then، ونروح عطينك سايت منه وليكن هنا زين، يعني هنا بنقول لك لو ال z نديها لك equal y times function of x square minus y square، يعني الفاريبل عندنا هو x square minus y square زين، نقول لك z x over x plus z y over y is equal كام؟ equal كام؟ طب البروسيجر ايه؟ هتحل مسألة عادية، اولا هنجيب زد اكس والترم زد اكس اوفر اكس. طيب الفانكشن دي هي فانكشن اوف اكس سكوير ماينس واي سكوير، هي فانكشن اوف وان فاريبل
بس ال one variable اسمه x square minus y square. لو قلنا زد اكس هنا يا شباب هيبقى زد اكس عبارة عن ايه؟ زد اكس بنبص لها كما لو كان اللي هنا هيبقى هتجيب لنا الديريفاتيف لاكس سكوير ماينس واي سكوير بيجيب 2x يبقى 2xy والديريفاتيف هنا هي فانكشن اوف 1 فاريبل اسمه اكس سكوير ماينس واي سكوير اللي هو اف داش. اف داش. طيب لو قلنا عايزين زد واي، زد واي هتبقى عندنا زد واي هتبقى 2 فانكشن، فانكشن منهم y والثانيه هي الاف. فالديريفاتيف للفيرست 1 تايمز السكند اللي هي الاف، وبعدين بلس الديريفاتيف بلس الفيرست اللي هي الواي، فالديريفاتيف للسكند اللي هي نيجاتيف 2y تايمز y y سكوير تايمز الاف داش. طيب عايزين نجهز الكميه زد اكس اوفر اكس بكام؟ زد اكس اوفر اكس ب 2y اف داش. طيب عايزين نجهز ZY over Y بكام؟ ZY over Y الـ first term هيبقى F over Y والـ second term negative 2Y F H. طيب عايزين نشوف ZX over X plus ZY over Y بكام هنا؟ ZY over Y بكام؟ نجمع يبقى 2Y F H تتجمع مع F over Y f over y minus 2y f dash f dash of x دي مع دي cancel فبيتبقى لي f over y. اختار في الاجابات f over y لو موجوده اختار f over y. طيب ممكن ما الاقيش f over y، طب الاف عندي هي مين؟ الاف بنلاحظ هنا من المعطيات ان الاف هنا equal z over y، يبقى ممكن الاجابه بدل الاف تبقى z، ان كل f بزد over y يبقى هنا هتبقى z over y square. يبقى نلاقي في الإجابات z over y square نختارها، يبقى نختارها، أو لو لقينا f over y برضو بنختارها الاتنين equal لبعض، أكيد هيبقى واحدة منهم مثلا هي اللي بتبقى موجودة. يبقى طريقة الإثبات إن بنجيب لك term ونقول لك equal كام، مثلا left hand side و equal كام، فأنت بتعمل differentiate عادي وبيبقى عندك space بتكلم هنا في الميد ترم في سبيس بتحل فيه، وبعدين ما بتحل بتختار الفاينل ريزلت بتروح مهشرها في البابل شيت بحيث بيبقى في ستيبس محلوله في المساله تيبيكال لمسؤول عنها. طيب ده بالنسبه ايه؟ ده بالنسبه لل ده بالنسبه للمساله دي، ستايل ده من المسائل برضو مهم، ريزلت من ريزلت من التشين رول عندنا. في ريزلت ثانيه من التشين رول ان ممكن نحسب سكند اوردر تشين رول. ممكن نحسب سكند اوردر تشين رول. يعني ايه سكند اوردر تشين رول؟ يعني chain rule اصلا بتجيب لي partial w مثلا by partial x او partial w by partial s من غير ما تكون ال w متغيره صراحه في الاس. ده الفيرست chain rule. second order chain rule ده معناه ايه؟ يعني عايزين ال second partial square w by partial s square مثلا ممكن يطلب ده، or partial square w by partial r square ده اسمه second order chain rule، و partial square w or partial r partial s يعني ممكن يطلب واحد منهم ده اسمه second order chain rule. ازاي؟ هيوضح الكلام ده هنا في الاكزامبل ده اللي هو بيقول لك w بيديك w وعايز partial square w by partial r square بيطلبها كشكل. يعني برضو السؤال هنا بيقول لك لو ال f ال w equal هي الجزء ده، يعني if ده هنا ال given w equal f of x و y وال x function في ال r وال s وال y function في r و s، عايز partial square w by partial r square عندنا. هنا لما لو جينا الاول عايزين partial square w by partial r square، اولا بنجهز partial w الفيرست by partial r، ده chain، ده first chain rule. ازاي؟ معانا ال w function في x y ده جدل هنا، بس الجديد هنا في المساله كمان ان ادالك function ما ادكش شكلها،
الاكزامبل اللي فات كان قال لك مثلا x بلس y x تايمز y، x كان لها شكل، لكن هنا جنرال فانكشن اوف x وy عندنا. فبيقول لك اذا كان w equal f of x و y، حيث الx واخده شكل فانكشن في r و s اللي هي r square plus s square، والy equal to rs يعني برضه فانكشن في r و s. عايز partial square w by partial r square. الأول هنجهز ال first partial derivative، partial w by partial r، وده عدى علينا قبل كده ازاي؟ إن partial w by partial r ليها سكتين، واحدة عن طريق ال x ومن ال x لل r، والتانية ال y ومن ال y لل r. السلايد اللي فات لما جينا عرضنا بتخلي بالك هنا كويس قوي، لأن دي مفتاح المسألة. لما في ال higher order chain rule اللي هي second order chain rule، هنا لما ال w function في x و y وال x function في r و s يعني two independent variables، وال y function في r و s two independent variables، متوقعين برضو ان ال w x تسلك نفس التري، function تبقى في x و y، حيث ال x function في r و s وال y function في r و s، وبالمس w y ليها نفس التري. typical لمس 1 لما كان عندك، لما يدي لك في مس 1 كان y equal function في x، فممكن انت متوقع ان ال f dash function في x، double dash function في x، triple dash function، يعني all higher order derivatives كان function في الايه، في الاندبندنت variable اللي هو ال x عندك. هنا بالمثل يعني special case كان لما يبقى constant، تمام؟ هنا برضو نفس الحكاية، يعني مفتاح الحل هنا ان انت تتعامل مع ال all higher order derivatives ان هي function لها نفس التري. يعني اذا كانت ال w function في x و y، ف all higher order partial derivative function برضو في x و y متوقعين. special case تبقى في x بس، special case تبقى في y بس، special case تبقى constant، لكن هي in general بتبقى function في x و y لما بنيجي نتعامل مع التري. ده مفتاح الحل هنا. على هذا الاساس ال first order ما فيهوش مشكله، كلكم هتقولوا ان ال partial w by partial r التري ليها سكه عن طريق الx اللي هي partial w by partial x اللي هي wx times partial x by partial r plus السكه الثانيه partial w by partial y اللي هي wy times partial y by partial r. فال wr ما فيهاش مشكله عندكم، اللي هي ايه؟ wx times wx times xr partial x by partial x by partial r، دي ليها شكل اللي هي 2r، يبقى equal 2r wx و partial y by partial r ب 2s، يبقى 2 plus 2s wy. ده ال first partial derivative ما عندكمش مشكلة فيه. طب ال second partial derivative اللي هو مطلوب في المسألة، partial square، ركزوا معايا بقى هنا يا شباب، partial square w by partial r square، دي مهمة، عبارة عن partial by partial r ل wr، wr اللي هو 2r wx plus 2s wr. معايا كده يا شباب؟ ده مفتاح الحل بقى هنا. ده اسمه second order chain rule. ليه؟ لأن هستعمل chain rule for to obtain partial square w by partial r square. إزاي؟ ال first term هنلاقيه عبارة عن product ل two functions. ليه؟ لأن عارفين مفتاح الحل إن wx ليها نفس السيناريو ونفس التري لل w. function في x و y، حيث كل من ال x وال y function في r و s. يبقى على هذا الأساس بيتم معايرتها ال first term على إنه product لـ two function عندنا.
يبقى الديريفاتيف للفيرست ب 2 2r الديريفاتيف ليها ب 2 تايمز السكند اللي هي دبليو اكس بلس الفيرست اللي هي 2r يا شباب ها 2r في الديريفاتيف للسكند الديريفاتيف لدبليو اكس with respect لr ليها نفس السيناريو يا شباب ان هي سكه عن طريق الاكس اللي هي دبليو اكس اكس times partial x by partial r وسكة تانية عن طريق ال y اللي هي w x y في partial y by partial r ده أول term derivative يعني ده. طب ال second term plus 2s ال 2s دي مش متغيرة في ال r كأنه factor وال derivative ل w y بالنسبة لل r نفس السيناريو اللي هي wy اللي هي دي يا شباب ليها نفس التري ونفس السيناريو ازاي لما نيجي نفضلها ليه سكتين wyx اللي هي هيها xy يا شباب لان هي function continuous times partial x by partial r plus wyy times partial y by partial r بس علشان نقدر ال partial x بالنسبة لل r partial x بالنسبة لل r ده ال value دي ب 2r و partial y بالنسبة لل r ده ب 2s ده بس هنا ده السطر الأخير اللي احنا هنجمعه في السلايد الثانية عندنا ويبقى كده على هذا الأساس آخر ترم موجود عندنا إن معانا هنا هيبقى 2wx plus 4r square wxx وبعدين معانا 4rs و4rs يبقى 8rs wxy plus 4s square wyy يبقى partial square تجميع نهائية w by partial r square عبارة عن 2 ws وال coefficient ال wxx اللي هي 4 r square wxx وال coefficient ل xy عبارة عن 8 rs wxy وال coefficient ل ال wyy معانا اللي هو 4s square wyy ده اسمه ازاي بنجيب او ازاي بنستعمل chain rule second order عشان نجيب ال second partial derivative partial square w by partial r square بالمثل برضو كان ممكن بدل partial square w by partial r square كنا نحسب partial square w by partial s square وممكن بتلاقي برضو في الاسايمنت ممكن partial square w by partial s partial r وهي هيها اكيد تعرفينها انها هي هتبقى equal partial square w by partial r partial s ده اسمها second order chain rule عامل دي second order chain rule برضو من الحاجات المهمة بالنسبة لي بالنسبة لي chain rule اللي هي ال implicit differentiation إيجاد ال implicit differentiation ودي جزئية صغيرة بس مهمة عندنا بنشوفها مع بعض نشوفها مع بعض اللي هي result من ال chain rule ازاي بنحسب ال implicit differentiation سواء معايا one independent variable او معايا two independent variable sampling يعني ممكن هنا دي كان second order chain rule كان ممكن برضو ده على second order chain rule
كان ممكن برضو في حاجة من ال في مثلا ممكن example تاني على chain rule. ممكن mark مثلا for example، عندي example بيقول لك في ال example بيقول لك لو if z equal function. ممكن بتلاقوها في الاساينمنت عندكم، x square minus y square و y square minus x square. لو الفانكشن هو ما قالكش شكلها، يعني ما قالكش حاصل ضربهم، لكن هي فانكشن في التو variables دول، x square ال variable الاولاني x square minus y square، والسكند variable اللي هو y square minus x square. زين الكمية عندك بيقول لك y zx plus ال x zy equal كام؟ دي عندنا يبقى، أو طبعا الفانكشن دي عايزين نحسب لها 3 ونشوف zx بكام times y وzy بكام times x، ونشوف equal كام ونختارها من الإجابات. ال 3 ليها معانا ال z function، هو ما قالكش الفانكشن دي ساين ولا برودكت ولا، لكن قالك هي فانكشن في x square minus y square و y square minus x square. فطبعا دي لو سمينا دي u ودي v فتبقى function في x و y، وهنا function في x و مثلا. يعني طبعا علشان نقربها طبعا لذهنك، ان كان ممكن ال x square minus y square نسميها variable وليكن v، و y square minus x square في ال u. هو ما قالكش شكلها ايه، لكن هي قالك function في ال two variables دول، التركيبة اللي هي التركيبة دي. طيب علشان نحسب بقى الكمية دي نجيب zx. علشان نجيب zx simply هنا zx عبارة عن ايه؟ هي function في two variables، بنوصل لها عن طريق سكتين، اللي هي السكة الأولانية zu هما سميناه u. طبعا let u هي ال first variable اللي هو x square minus y square، وهنا ال v هو السكند فاريبل اللي هو y square minus x square. فمعنا partial z by partial u اللي هو z u، ما مش عارفين شكل الفانكشن فبنسيبها z u، times partial u by partial x plus السكة الثانية z v partial z by partial v times partial v by partial x. فال z x partial u with respect to x 2x يبقى 2x z u، و partial v with respect to x اللي هي minus 2x z v. طيب بالمثل عايزين z y، ال equation اللي هو قايلها فيها z y يبقى ليها برضو سكتين اللي هي z u مش عارفين شكلها فبنسيبها كده، times partial u by partial y plus zv نسيبها كده يعني مش عاطينا شكل الفانكشن، times partial v by partial y. يبقى هنا ال partial u بالنسبة لل y بنيجاتيف 2y يبقى نيجاتيف 2y z u، والتانية ب 2y يبقى plus 2y zv. طيب التركيبة اللي هو عايزها y times zx، يبقى معانا ال left hand side اللي هو عايزه yzx plus xzy plus xzy. شكلها ايه بقى هنا؟ ال zx اللي هي دي عايزينها times ال y، يبقى معانا equal to xyzu minus 2xy برضو zv، ده الأولانية. طيب ومعانا ال zy اللي هي دي times ال x، يبقى معانا negative 2xy zu plus 2xy zv. لما نيجي نلاقي هنا ادي دي وبالنيجاتيف وهنا دي وبالنيجاتيف، يبقى المقدار ده equal 0. يبقى بنشوف الاختيارات زيرو وبنعلم عليها. كان ممكن تركيبة تانية، ممكن تركيبة تانية بشكل تاني، maybe function maybe value، بس يعني دي من ضمن الحاجات الاستخدامات على ال chain rule عندنا.
عرفنا منين ان هي اوف تو فاريبلز؟ طب عمل لنا الكوما دي، الكوما دي معناها انها فانكشن اوف تو فاريبلز. عرفنا منين في الفانكشن اللي فاتت عندنا ان هي اوف وان فاريبل لما ادانا واي على اكس، او ادانا اكس على واي، او ادانا انذر فاريبل طالما او ادانا اكس سكوير ماينس واي اف اوف اكس سكوير ماينس واي سكوير دي فانكشن اوف وان فاريبل، بس شكله ازاي؟ اكس سكوير مثلا ماينس واي سكوير، لما نيجي ديفرنشيت بتبقى عندنا بتشين رول اللي هي من ماس 1 كانت عندنا. يتبقى لنا جزئيتين صغيرين بس مهمين جدا على الامبليسيت ديفرنشيشن عندنا. الامبليسيت ديفرنشيشن، الامبليسيت ديفرنشيشن ان الفانكشن اصلا زي ماس 1 لما كان تعريف الامبليسيت ان فانكشن كان نوت سيبريتد، يعني ما اقدرش افصل الواي على الاكس، ده في ماس 1. هنا برضو فانكشن كان نوت سيبريتد، فانكشن كان نوت سيبريت الفاريبلز عن بعض، ده معنى الامبليسيت. فهي فانكشن اوف سيفرال فاريبلز بس كان نوت سيبريت الفاريبلز عن بعض. فمعانا هنا معانا تو كيسز، معانا امبليسيت ديفرنشيشن اوف وان اندبندنت فاريبل، ومعانا امبليسيت ديفرنشيشن اوف تو اندبندنت فاريبلز. اوف وان اندبندنت فاريبلز دي عدت عليك في ثانوي بس ما عدتش عليك، وفي ماس 1 طبعا بس ما عدتش بالبارشل ديريفيتيف. يعني الريزلت معانا اتنين، اخر اتنين ريزلت نهائيين في التشين رول. ايه هي الريزلت؟ ان ممكن استخدم التشين رول في الحصول على الامبليسيت ديفرنشيشن لفانكشن اوف وان اندبندنت فاريبل سيملي او دي كانت ماس 1 كانت بتجيبها لي برضو. ازاي؟ يعني عندي فانكشن بس اوف سيفرال فاريبل x y والy function في x يعني y of x، خلي بالك يعني ده function equal zero، والfunction دي كان not separated يعني ما اقدرش separate ال x عن ال y، ما اقدرش افصل عن x على ال y، ساعتها بتسمى implicit implicit function. يعني معنى implicit ان كان not separate ال x عن ال ايه، كان not separate ال function ال x عن ال y. طيب الحاجة التانية ان زي تيبيكالي اللي ماس 1 كان بيقول لك فايند واي داش اللي هي دي واي باي دي اكس، انا هنا اقدر برضو اجيب دي واي باي دي اكس برضو. ده الكيس الاولانيه باعتبار ان الفانكشن اف هي فانكشن في اكس وواي، شبه هو اداني فانكشن في اكس وواي بس قال لي ان الواي فانكشن في اكس، يبقى دي تعتبر فانكشن اوف اونلي وان اندبندنت فاريبل هو الاكس، لأن هو اداني y equal f of x ودي تشبه ثانوي، لأن هو لما بيطلب g y by g x انت كنت بتعمل ايه؟ بتدفرنشيت both sides with respect للindependent variable اللي هو ال x وتوضبها وتجيبها. هنا بيقولك لا، في سيناريو تاني ممكن تجيب. ازاي؟ ان g y by g x بتشين رول الريزلت اللي هيجيب لي نيجاتيف f x اللي هي partial f by partial x over f1. ده هنا مين ال f دي؟ هي الفانكشن كلها لما اجيبها كلها في one side و equal zero في side لوحده. يعني النتيجة هنا كنت انت من ثانوي او من ماس 1 كنت differentiate both sides طالما هي implicit، كنت differentiate both sides with respect to independent variable ده هو ال x وتروح موضبها بعد التوضيب هتطلع في الشكل اللي احنا اوريدي ممكن نستعمله. ازاي؟ نقول ان الواي داش اللي هو عايزها اللي هو جي واي باي جي اكس عباره عن نيجاتيف اف اكس اوفر اف واي، ريزلت من التشين رول، كان احنا طبقنا التشين رول هنا وجبنا منها الريزلت الشكل ده. فالشكل ده نطبقه ازاي؟ مثلا سي فور اكزامبل معانا الفانكشن دي بيقول لك لو واي سكوير ماينس اكس سكوير ايكوال ساين اكس واي، حيث ال y function في x، لازم نديرك ال y function في x، then dy by dx بكام؟ dy by dx بكام؟ لو جينا طبقنا هنا، خلي بالك بقى أهم حاجة، ال f of x و y، ال function of several variables of x و y، شكلها إيه؟ أجيبها كلها في one side، right أو left، بس لازم توضح لي هي right ولا left، y square minus x square يبقى minus sin ال x times ال y equal zero، دي الفانكشن دي على بعضها.
simply بقى يبقى دي واي باي جي اكس سبستيتيوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن نيجاتيف اف اكس اوفر اف واي بارشال اف باي بارشال اكس اوفر بارشال اف باي بارشال واي يبقى نيجاتيف. ادي النيجاتيف بره الترم وادي شرطة الفراكشن. النوميريتور الفانكشن اللي موجودة عندي بارشال باي بارشال اكس الفيرست ترم بزيرو السكند ترم بنيجاتيف 2x والثيرد ترم بيبقى نيجاتيف y كوزاين ال xy اهو. طيب والدومريتور بارشال f باي بارشال y الفيرست ترم ب 2y والسكند ترم ب 0 والثيرد ترم بيبقى نيجاتيف بالنسبة لل y يبقى يخرج ال x times كوزاين ال xy. لو لقيت الشكل ده من ضمن الإجابات يبقى بختاره. ممكن حاجات تانية ليها equivalent يعني دخل الإشارة هنا وهنا مثلا ممكن equivalent ليها يبقى هنا دخلها في النوميريتور أو الدوميريتور يبقى 2x plus y كوزين xy هنا over 2y minus x كوزين xy. وطبعا زي عارفين typically ممكن يبقى عند certain point مثلا دي واي باي دي اكس عند مثلا اكس فاليو واي بفاليو اكس نوت مثلا وواي بواي نوت بيديها لك مثلا في المساله يبقى ساعتها سبستيتيوت ويدي لك فاليو والفاليو دي بتلاقيها في الاجابات وبتختارها من ضمن الاجابات سمبلي يعني دي تيبيكال تشبه يعني انت كنت بتحسب كده فعلا في ماس 1 بس احنا واخدينها ريزلت من التشين رول يعني دي تشبه اللي انت حصلت عليها فعلا كماس 1 بس بدل ما كنت بتوضب وتجهز المساله هنا سمبلي سبستيتيوت في الشكل ده اللي هو نيجاتيف اف اكس اوفر اف واي. اخر ريزلت موجود عندنا ان احنا نعمل امبليسيت ديفرنشيشن لما تبقى فانكشن اوف تو فاريبلز. ده اخر ريزلت من التشين رول عندنا. ازاي هنا فمعانا فانكشن في x و y و z يعني ادي فانكشن f زي شباب في x two independent variable هم x و y وال z هي فانكشن في x و y يعني لازم نديها لك ان ال z فانكشن في x و y يبقى بكده equal zero. يبقى كده السيناريو اللي موجود عندنا ادي ال f اديناها لك فانكشن في x و y و z لكن ال z function في x و y يبقى معانا two independent variables اللي هما ال x وال y عندنا دول two independent variables. ممكن differentiate ال z with respect لل x نحصل عليها similarly دي اخر result بالمثل ممكن يعني ممكن نجيب partial z by partial x يبقى z x اللي هي partial z by partial x نقدر نجيب ازاي equal negative بالمثل fx الفاريبل الموجود في النوميريتور اللي هو الاكس على fz الفاريبل الموجود في النوميريتور اللي هو z. ده الريزلت الاولاني بارشال z باي بارشال x دي ممكن نستعمل as a result of the chain rule عندنا وممكن كمان نحسب هو يطلب الاثنين او يطلب واحده بارشال z باي بارشال y equal a equal negative fy الفاريبل اللي في النوميريتور over fz الفاريبل اللي في النوميريتور. ده result من التشين رول عندنا. ممكن تبقى function وممكن عند certain point substitute بالpoint عندنا تديك value وتختار الvalue من ده. دي اسمها ايه اللي احنا بنقوله ده ايه؟ اسمها implicit differentiation لما في حالة يعني using the chain rule في الحصول على implicit differentiation في الكيس اللي عندي two independent variables. ال two independent variables هنا انا عندي function function في x و y و z in general لكن ال z هي function في x و y ففعليا انا عندي two independent variables اللي هم ال x وال y. بالسيميلاري ممكن افاضل او احصل على differentiate z with respect لل x or differentiate z with respect لل y. ازاي؟ الريزلت ان z x equal negative fx over fz استعملها ولو عايز zy equal negative fy over fz استعملها كresult من التشين رول. ازاي اطبق الكلام ده على example ودي من الحاجات برضو اللي بتبقى مهمة
مثلا فور اكزامبل بيديك فانكشن، بس لازم في الفانكشن هو عطيك فانكشن في اكس واي وزد، بس لازم ستيت ان زد فانكشن في اكس واي. فمعانا الفانكشن عطيلك فانكشن في اكس واي وزد زي ما شايفين، اللي هي y to the power z equal tan inverse x y plus ln x plus z، ولكن ال z تعطيها لك function في x y. ففعليا انا عندي two independent variables، two independent variables اللي هما ال x وال y. ال x وال y هو عايز ايه في المسألة؟ عايز partial z by partial x. اهم حاجة او اهم جزئية في الجزئية دي، اولا ان انت عشان تستعمل ال partial derivative rule، تستعمل chain rule، ان انت بتجيب الفانكشن كلها في one side، سواء one side right or one side left عندك. فسي الفانكشن عندك اللي في الاكس والواي والزد one side وليكن الليفت اللي هي y to the power z، وعلى هذا الاساس اروح نقله من right ال two terms to right or left، بس اهم حاجه تبين لي هي مين. tan inverse xy minus ln x plus z. طيب المطلوب الاولاني عايز partial z by partial x اللي هي zx، partial z by partial x اللي هي equal negative ال fx partial f by partial x ال variable الموجود في denominator over ال fz partial f by partial z ال variable اللي موجود في numerator، يبقى equal negative. النيجاتيف 3 بره الترمات كلها. احسب حاجتين، partial x by partial z اول ترم مفهوش x يبقى بزيرو. طيب second term tan inverse، tan inverse derivative ليها اجي بالنيجاتيف و with respect ل x بيخرج ال y over 1 plus x square y square او x y all square. السكند ترم. طيب الثيرد ترم ديريفاتيف لللن x بلس z ده فيها x يبقى بالنيجاتيف برضو والبارشال ب1 اوفر x بلس z ده بارشال f باي بارشال x. طيب الدومريتور المقام عباره عن بارشال f دي باي بارشال z. خلي بالك اولا ان هي كلها في 1 ترم وايكوال 0، خلي بالك يعني انا جبناها كلها في 1 ترم وايكوال 0 ده اللي انت بتفاضلها بارشال. بارشال اف بالنسبه للزد واي او الفيرست ترم واي تو ذا باور زد، والزد هو اللي فاريبل، يديني هي نفسها اللي هي واي تو ذا باور زد تايمز لين واي ده اول ترم. طيب السكند ترم ما فيهوش الزد يبقى بزيرو. الثيرد ترم نيجاتيف لين x plus z يبقى negative 1 اللي هي الكوفيشن لزد ب 1 على ال x plus z ده partial partial z by partial x ده أول حاجة حسبناها اللي هي دي. تمام؟ بالمثل لو كان عايز partial z by partial y اللي هي negative f y على over f z، يبقى هنا equal negative اهو fy over fz. ال fz جبناها يا شباب اللي هي نفس الدومريتور. طب وال fy؟ ال fy نجيبها كده في سلايد تانية، اجي تاني عشان تسألوني فيها. اجي f of x و y و z جبناها كلها في one term اللي هي y to the power z، بعدها تاني minus tan inverse xy و minus ln ال x plus z كلها في one term و equal 0. دي الفانكشن، تخلي بالك الفانكشن اللي انت سبستيتيوت فيها اللي انت هتعوض فيها. طيب عايزين المطلوب التاني اللي هو partial z by partial y، partial z by partial y. طبعا دي implicit function يعني cannot separate ال z عن ال x، ما نقدرش نجيب ال z وسيباريت الزد عن الاكس والواي عندنا. فبارشال زد باي بارشال واي ايكوال نيجاتيف اف واي الفاريبل اللي في الدومريتور اوفر اف زد الفاريبل اللي في النومريتور.
اف زد جبناها نيجاتيف اهو، ونعمل شرطه الفراكشن الكبير. بارشال اف بالنسبه للواي، بالنسبه للواي المره دي بارشال اف with respect للواي، واي تو ذا باور زد، الواي هي الفاريبل، الواي هي الفاريبل، بننزل الباور اللي هو زد ونخصم من الباور 1 اللي هي واي تو ذا باور زد ماينس 1. دي كان حد بيسالني في حاجه شبهها اثناء الليكشر عندنا. طيب السكند تيرم tan انفرس اكس واي، الديريفاتيف ليها هيبقى نيجاتيف، يخرج الاكس اوفر 1 بلس اكس واي اول سكوير اللي هي اكس سكوير واي سكوير. والثيرد تيرم ما فيهوش الواي فبيبقى بزيرو. الدوموريتور كان نفس الدوموريتور اللي احنا جبناه قبل كده اللي هي بارشال اف وذ ريسبكت للزد يا شباب، ها دي جبناه قبل كده، يعني انت تكون جايبه نفس الدوموريتور، شايفين اهو لو رجعنا للسلايد هيبقى نفس ذا سيم دوموريتور ده، ننقله زي ما هو. فكنا جبناه اللي هو واي تو ذا باور زد تايمز لين واي وبعدين ماينس 1 اوفر الاكس بلس الزد عندنا. ده بالنسبه ليها. ممكن برضو يطلب بارشال زد باي بارشال واي عند سيرتن بوينت، مثلا زي الاكس والواي والزد، يبقى ساعتها عايز فاليو والفاليو دي عندنا بتشوفها من ضمن الايه، من ضمن الاختيارات. يبقى as a result of the chain rule، لاستخدامنا للتشين رول ممكن نحصل على الامبليسيت ديفرنشيشن، سواء للفانكشن كانت of one variable or الفانكشن كانت عندنا of several variables عندنا. ده كان استخدامنا او ده كان الجزء على استخدامنا للتشين رول عندنا في الحصول على